تقرير ونتابع أكثر. فيه أبرز نتائج الجولة 14 من الدوري القطري. الكرة وصلت إلى بولي، بولي يسجل. طبعا ألف مبروك لجميع الفرق اللي حققوا الانتصارات، وهاردك اللي تلقى الخسارة واللي حققوا التعادل. نتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة. طبعا جدير بالذكر في مباراة نادي السد والسيلية، أكرم عفيف سجل 3 أهداف، الهدف الثالث كان بطريقة جدا جميلة، وأيضا زيادة عليه أنه موجه له تحية. هي طبعا أحلى تحية لأفضل لاعب في آسيا. هو أول لاعب تحت 23 يسجل 6 هاتريك في موسم واحد، ما شاء الله، فما شاء الله عليه، انجازات وانجازات، ونقول له ان شاء الله من نجاح الى نجاح باذن الله.